جار القمة. هذا أحمد. الله بدأ التايمر أحمد. ها؟ نبدأ التايمر؟ لا دقيقة خلينا نرحب فيه حتى ترحب في تايمر دقيقة. تايمر أول شيء أنا حبيت عشان حاجتين للأمان. أول شيء إنه اسمه أحمد وسمي. يا سلام. الحاجة الثانية إنك أبو يوسف ويوسف هذا أخوه. الله يحفظك. يعني بس أبي طلب بسيط بس. الله يحفظك إن شاء الله. بس تفضل معاي دقيقة بس أو أقل من دقيقة هنا. تفضل. يا حبيبي الله يسلمك. ما في أحد سميكم وليد شيء. لا ما في وليد. شغل التايمر. الله يسعدك. شغل التايمر. لا لا دقيقة التايمر. نبدأ التايمر. تفضل تفضل عمر. ونعتبرك اخونا كبير. خمسة بجيب لك قهوه دقيقه بس طالع. تفضل. عشان بس عندنا تجربه بسيطه. عوض ابو سعد. معوض ابو سعد. وليد معوض الجنه ان شاء الله. بس على فكره اللي ما تعرفون عن ابو يوسف. ها يا احمد. ها استريح ابو يوسف بس. اللي ما تعرفون عن ابو يوسف. ماشي استريح. احمد. ها؟ اللي ما تعرفون عن ابو يوسف انه مستحيل يلعب عليه. لا هو ما يلعب عليه ابو يوسف. تفضل. بس دقيقة أبو يوسف دقيقة بنسمع بس سؤال هو في بعض الناس تحكم على الشيء هم ما شافوه صح ولا لا؟ يعني مثلا زي واحد قبل شوي سألته بس سؤال هذا المويه تعرف شركته ولا لا كذا هذه حكمة فيها تعرف الشركة المويه يمكن شركة مختلفة صح؟ صحيح. ما هي من الشركة الموجودة صح ولا صحيح. لا؟ تمام صحيح مسك لي بس القهوة هذه شفت خفت كي. خفت أنها تنكب عليك صح؟ صحيح ليش؟ ليش؟ عشان ما معك منتج آي كلين أوكي يا سلام منتج آي كلين طال عمرك هو منظف شامل لكل شيء هو خاف لأنه ما معه أنا طبعاً شوف ما أخاف ليه هو المخبأ هنشيله معنا بخا بختين تنهي لك الموضوع هذه من أحد التجارب طال عمرك اللي سويناها أنت معك سمعت إن يقول معك 500 ولا لا إحنا طمعانين فيها طال عمرك مشاهد. تشوف هذا محترق كامل أنا من أغلب الأمهات أو أغلب البنات اللي يطبخون أو الشباب يحرقون قدور أمهاتهم أنا من الناس اللي كنت أحرق قدور أمهاتي أوكي تمام فهذه أقل من 30 ثانية قبل شوي يوم كنت بس تكتب أنت بالورقة الفرق هذا اللي طلع ممكن اشوف تسوي لي واحده زي ابشر بشحتك بس الوقت ما عليك اعطيك تبديد للوقت اي لاني خلاص انا وياك ثانيه نعطيك ثانيه زياده ما نقدر ابو يوسف ما نقدر ابو يوسف الاسم له عندنا من صاحب نصيب عندنا قانون في الفقره وفي البرنامج بشكل كامل ان الموس على كل الروس اوكي لا بس لا في فرق الحين يقول لك الاسم من صاحب النصيب احمد واحمد اجتمعوا يعني هذا لها دور ولا لا يا ابو يوسف صحيح لا يفرقون بين العذار يا ابو يوسف وهن نحترمك يا ابو يوسف انا حبيتك منك خلا معك بس لأنت بوجهها هيك لي تمعن فيها من هنا نخلص وسطه خل المشاهدين يشوفون شوف هذه جميل هو طبعا وش اللي ميزه؟ ميزه كذا حاجه لكن في حاجه تقريبا يمكن ما شفتها وما اطلعت عليها طال عمرك هذا ما هو مويه هذا هو المنتج مو مويه هو تشوفه مويه الناس يشوفونه مويه هذا هو المنتج المنظف اللي ننظف منه مصنوع من مواد ايش؟ طبيعيه منظف شامل لكل شيء طبيعيه؟ مواد طبيعيه جميل مصنوع من مواد طبيعيه عشان كذا انت قلت انه ايش؟ ممكن مويه من شركه ثانيه والكود معروف الكود ما يحتاج يقول دبليو 14 فهذا هو الميزه وليس سبب حساسيه ولا اي شيء شكرا شامل موظف كل شيء طال عمرك تصفيق يستاهل الله يعطيك العافيه تعبني انا واقف هنا بعلق بنقطه تفضل الاخ احمد ابدع بشغله واحده انه فاجئكم كلكم صح هذا اللي يسمى الابتكار والفن يعطيه العافيه يعطيك العافيه هذا الشيء اللي أنا دائما أقول عنه إن في فكرة متجددة، في فكرة صحيح. إبداعية. أحمد اليوم عطانا نموذج وعطانا مثال إن في أنا بطلع عن النص، أنا بفكر خارج الصندوق، آخذ الضيف معي أوريه، أخليه يجرب بنفسه، أعطيه مثال قبل ما أبدأ إني أشرح منتجي، وكأني أوهمه إني بأطيح قهوة على ثوبه، شفت؟ وأستخدم بعدها المويه. أنا صراحة عجبني أحمد. صحيح. عجبني. كان في فكرة متجددة، كان في إبداع. أنا استمتعت صراحة ولكن الرأي عندك هو فعلا سوى شيء مختلف يمكن الكل انصدم ليش ما أخذني هناك وسوى المقلب اللي فيني بالضبط. أيضا قاعد أقرأ في وجوه الشباب اللي قاعد يسألون إيش قاعد يسوي هذا بس هو وصل للعميل الفكرة من غير بالضبط. بطريقة سهلة الفكرة جدا. اللي سواها أحمد العوض الفكرة اللي سو في بداية الفكرة أول حاجة شد انتباه الجميع صحيح بعدين طرح الفكرة اللي يبغاها أنا استغربت والله كيف إنه بيسوق القهوة وهو متجره نظافة لما قال خذ قهوة وطيحها
يعني كانت هنا الفكرة والإبداع. يستحق درجة كاملة أنا أعتقد. يستحق وهي الدرجة يستحق الكاملة. يستحق درجة كاملة. يستحق. أحمد العواض حصل على 500 سهم. يستاهل. 500 سهم. صوتي. أبو يوسف معليش بس أبو يوسف. أبو يوسف صوتي.